الحلقة بتاعت السيد الرئيس ده برنامج شنو يا جماعة؟ جو بايدن ده كله يومين ثلاثة كده 30 يوم طالع لنا كده في الشاشة الغشاشة وفي البيت الأبيض وعمال يرغي ويطلع لنا قرارات جديدة عن اللوتري وما أدراك ما اللوتري. السان ده ماله يا عمك؟ ما عارفنا هنا أولاد الحجيز ومفتحين هنا مولودين بالنهار معاه كده شفت متابعين كل قرار قرار شفت الحجل بالرجل كلامه شنو؟ الضعف ولا شنو؟ تابع الفيديو ده النهاية عشان تسمع القرارات الجديدة يا عمك احتمال أنت تفرح. كسر كلام بارخ وانا بقول له الصبر له يا عمك وكيس فنان جيت ليك بفيديو تاني يا عمك خليك معايا هنا ظابط وصامت ومستكين معايا عشان انا في عندي ليش شفت اخبار دسيسي جدا جدا واخبار مفرحة. طبعا زي ما عارفين يا جماعة الرئيس جو بايدن ده كل يومين ثلاثة طالع لنا في الشاشة الغشاشة في البيت الابيض هناك عمال يرغي يرغي يلوك 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 يلوك. لكن شنو يا عمك الاخبار دي واخبار دسيسة الزول ده ما انتوا عارفين انه فردت اوباما. وقبل انا ما اوريكم يا جماعة الحاصل شنو في القوانين الجديدة عن اللوتر وبتاع انا دايرك انت سبسكرايب يا عمك اضغط اللايك وفعل الجرس انت لو جديد على القناة دي يا عمك ما تبخل علينا خش عشان عندنا مواضيع وعندنا حاجات كده مفيدة انت هتستفيد منها واهلك في البيت واصحابك. فخليك معانا مشترك في اليوتيوب وكده يا جماعة من يوم ديسمبر يوم 9 ديسمبر 2021 يعني السنة دي الشهر دي وفي الأسبوع ده ذاته جو بايدن قال شنو انت لو قدمت السنة دي السنة الجاية النتائج بتطلع يا رب كلكم تنجحوا. لو انت نجحت بتخش تملى الاستمارة بتاع DS-260. الاستمارة بتاع DS-260 ده كان بيسألوك تنزل الشهادات بتاعت المدرسة وشهادات بتاعت المهنة والحاجات دي كلها لو في DS ولا في التقديم. بعد ده ما في ده خبر تمام جدا جدا وده بديكم الفرصة يا جماعة يجمعوا الشهادات حقتكم ليوم المقابلة. النظام ده ما نظام جديد ده نظام قديم يعني من 2017-2016 وانت نازل النظام ده كان فيه لكن صاحبك ترامبو جاء وغير البرنامج ده كله فحس جو بايدن ده يرجع النظام القديم من 2016-2015 وانت راجع ورا. واحد يجي طاير لي كده يا خصم يا عمك يا ويت يا اوكيس الاوراق ديل شنو المستندات ديل شنو الشهادات ديل شنو ذاته احنا ما عارفين. حبيبي نمرة واحد يا جماعة الباسبورت لازم تكون عندك باسبورت. هيدوك الفيزا وين؟ هيختموها ليك وين؟ في جبهتك؟ طبعا لا في الباسبورت. لازم يكون عندك باسبورت والباسبورت حقتك لازم يكون سعر المفعول على الاقل 6 شهور. لو مثلا انت قدمت بباسبورت حقتك والباسبورت حقتك اتسرق ولا انت ضيعته ولا حاجه زي دي تطلع بدل الفاقد ولازم يكون عندك النمرة بتاعت القديم ده اساله من النمرة بتاعت الباسبورت القديم عشان انت هتمشي بالباسبورت الجديد وفي ورق بيثبت بانه انت فقدت الباسبورت حقتك الجواز حقتك وده الجديد وهو هنا ما يثبت. نمرة 2 شهاده الميلاد لازم يكون عندك شهادة الميلاد والأسامي في شهادة الميلاد لازم تطابق مع الأسامي في الباسبورت. ما في واحد يقول لي اسمه محمد أحمد آدم يجيني هنا باسمه صلاح محمد آدم لا لازم الأسامي تطابق تواريخ الميلاد لازم تطابق. نمرة 3 أنت لو متزوج لازم يكون عندك قسيمة الزواج معتمدة من الحكومة. الحكومة الأمريكية ما تعتمد وما تشتغل بأي حاجة تقليدي من الحكومه بتاع بلدك للحكومه الامريكيه. الجماعه دي لو بعدين عرفوا انت كنت متزوج وبتعمل حيات انت البرنامج حقتك ملغيه. لو متطلق برضه لازم انت تكون عندك شهاده بتاع الطلاق. امشي للمحامي يطلع لك شهاده بتاع الطلاق. انت كنت متزوج من الفلانه يوم كده 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 وانت طلقت يوم كده 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 وكان بيناتكم مثلا 3 سنه ولا 4 سنه انت كنت طلقت. لازم يكون عندك شهاده بتاع الطلاق، لازم يكون عندك شهاده بتاعت شنو؟ الزواج. نمرة 4 لازم تطلع صورة جديدة. الصورة دي حتكون بتاعت الفيزا، صورتك حتكون في الفيزا ذاته. سو الصورة انت صورتها ديكي الصورتين ديلك براهم ده للتقديم بس. نفس المقاسات بتاعت الصورتين اللي انت صورتهم وقدمت بها حتكون نفس المقاس. نمرة 5 دايرين الفيشة والتشبيه من الحقوق من البوليس. لازم تطلع شهادة الفيشة والتشبيه من بلد اللي انت قاعد فوق. مثلا انت طلعت بشيت مصر ولا السعودية ولا العراق ولا لبنان ولا انغولا ولا كينيا ولا اي دوله وقعدت هناك اكثر من 5 شهور طلع فيشه وتشبيه من البلد اللي انت قاعد فيه. ولو انت رجعت السودان طلع من السودان. لو انت كنت قبل ما تيجي ترجع السودان كنت قاعد في السعوديه 5 شهور اكثر من 5 شهور لازم تتصل بين تعمل اي حاجه لو في صحابك ولا في زول لازم تطلع شهاده. ممكن انت عامل عمليه هناك عامل لك جريمه هناك وجيت جاري السودان. نمره 6 ودي الاهم للشباب المتقدمين على اساسهم طلبه الشهاده الثانويه. ما ضروري انت مقفلها 100% و60% ولا 40% ولا 1%. المهم انت مشيت المدرسه خلصت مدرسه وانت عندك
and high school. انت لو ما خلصت الثانوية العامة العالية please ما تقدم ما تفكر كطالب. الأوراق الجميلة دي كلها قلناها ده انت لو عندك لو وما عندك شهادة بتأكمال خالص كده الفايل حقك تكون شنو بايظة. او انت لو قدمت عندك شهادة مهنية مثلا انت شغال وكده لازم يكون عندك سنتين خبرة في خلال الخمسة سنوات اللي فاتت لازم يكون عندك اتليست سنتين خبرة في العمل اللي انت شغال فيه تكييف وتبريد نجارة سباكة مثلا بناية بتاع بيت ميكانيكا دكتور ممرضة زول بتاع فيزياء استاذ كل الحاجات دي امريكا دار تجيب الناس هنا عشان ترفع من اقتصاد بتاع البلد. انت لو لسه في السنة تامنة ولا سنة سابعة ولا في ابتدائي ولا في متوسطة البرنامج ده مليك ولازم يكون انت 18 سنة. نمرة سبعة انت قبل كده عملت لك عمله واتقبضته ومشي السجن ومثلا عملت 6 شهور 7 شهور ولا سنه ولا حاجه بالشكل ده لازم تطلع ورق ما يثبت بان انت كنت عملت عمله ما مش ولا بد وخشيت السجن. يعني انت كنت مجرم عملت عمليه اجراميه وخشيت السجن 6 شهور 8 شهور سنه سنتين اسبوع اسبوعين المهم انت خشيت السجن وعملت المده حقتك تميتها وطلعت يدوك ورقة بأنه أنت كنت في سجن الفلان فلان وعملت عملية فلان فلان فلان. ربنا يغديكم يا جماعة أمريكان دي يا جماعة القوانين الجديدة دي قوانين من ممكن شوية كده كده لكن قرض في الحلق يا أبو الشباب. نمرة 8 أنت لو كنت شغال جيش شرطة لازم تطلع ورق ما يثبت أنت كنت في الحكومة وخدمت من كده فترة كده لفترة كده. طبعا أنتوا عارفين الناس اللي بيعملوا مشاكل والناس اللي بيعملوا أعمال إجرامية وهم جيش ولا حاجه بالشكل ده ولا هم بوليس ما بتكون في نفس الحاجات المدنيه. فلازم انت تجيب ورقه ما يثبت من جوا الرئاسه حقتك هناك انت عسكري جيش ولا عسكري بوليس ولا مطاوع ولا شرطه ولا اي حاجه مرور ولا اي حاجه لازم تطلع ورق ما يثبت بانه انت كنت شغال في فتره من كده لفتره اللي كده وما عندك اي مثلا كورت مارشال ما اتحكمت عليك حكم عسكري وكده. الجماعه دي يا جماعه جاردنا. نمره 9 هل قبل كده انت كنت في امريكا وعملت عمله وكده ورحلوك لازم برضو في ورقه بتدوك من السفاره الامريكيه والسفاره بتاعت البلد بتاع بلدك وانت مرحلين لك السودان ولا مصر ولا العراق ولا بتاع في ورقه بتدوك وانت مشي من هنا لهناك وبعد ذاك انت تكون قاعد الورقه دي بيسالوك منها بعدين في الانترفيو لو مثلا انت نجحت بيسالوك هل انت قبل كده كنت في امريكا وعملوا لك ابعدوك بلدك عملوا لك ديبورتيشن يعني مثلا لازم هم دارين يعرفوا 200 شهر كم سنه كم وعملت شنو والسبب بتاع شنو. اوكي كلمتكم يا جماعه جو بايدن ده يا عمك مفتح باين عليه مولود في الحاج يوسف. نمرة 10 الميديكال يا جماعه في مستشفى معينه مستوصف معين دكتور ولا دكاتره معينين الامريكان ديل بيتعاملوا معاهم في اي دوله اي دوله الامريكان ديل عندهم مستشفى معينه هم بيتعاملوا مع الجماعه ديل. بعد ما انت مشيت شنو عملت الانترفيو بتاعك كله بتجيك ثاني ايميل يقول لك يا ابو الشباب امشي اعمل كشف طبي. كشف الطبي ده كله لو عندك مثلا سكر وضغط وقلب واسمه شنو سرطان حوان الله يا رب احمينا. الكشف دي بيشيلوها في بعض من الدكاتره وبعض من المستشفيات بيرسلوها طوال انت تطلع تقول لك خلاص يا ابو الشباب كشف حقك تخلص اتخارك امشي بيتكم خلاص انتهى. في بعض من المستشفيات بيقول لك يا اخي اسمع ابو الشباب انتظر شويه تحاليل والريزلت والحاجات دي كلها بحطوها عليك في ظرف مقفوله سيلد مقفوله اوعى تفتحه. لو فتحت الظرف عشان تشوف التحاليل شنو الكلمات دي الاجراءات حقتها كلها ملغيه فاوعى لو ادوك انت الظرف اوعى تفتح الظرف ما تشوف فيها شنو ما شغلك شيل الظرف زي ما هو سلمها للجماعه هناك في السفاره. طبعا الصحه والحاجات دي كلها اخر شيء قبل ما انت تمشي وتاخذ الفيزا. لو التحاليل حقتها كلها طلعت نظيفه ولا اجراءات بتاعت الاوراق كلها نظيفه ولا الباسبورت حقتك والشهاده بتاعت الميلاد والحاجات دي كلها ظابطه وكل شيء اليوم ديك انت لما تكون ماشي بينادوك عشان تمشي تستلم الفيزا حقتك بيطلبوا منك $330 امريكي و330 دولار امريكي ده يا عمك لو انت في النص هناك اتلخبطت ولا بتاع وما ادوك الفيزا ال $330 دي راحت عليك نون ريفاندبل يعني شنو ما بتترجع خلاص راحت عليك وتمشي. لو قدمت السنه الجايه برضه بقول لك $330 انت لو عندك شافع صغير لو انت عندك مرتك لو انت عندك بيبي صغير كده يعني دوم مولود $330 لكل واحد فيهم ونون ريفاندبل ما برجعوا عليك. عشان كده انت الفتره دي طويله ممكن شيل منك يا اخي 6 شهور 9 شهور مع كورونا ده ممكن سنه ظبط اوراقك كلها يا عمك عمل لك فايل خد فيها الحاجات دي كلها عشان لما يقول لك يا ابو الشباب تعال انت جاي كامل الدسم
جاي وما راجع ورا تاني، انت جاي وماشي قدام. ده القرارات اللي طلعت من جو بايدن. انت لو جديد يا عمك القناه دي ومتكيف من المعلومات اللي انا بديك ليها دي، فعل الجرس، ادينا لايك هنا يا عمك، سبسكرايب، وشير الفيديو دي في جروبات بتاعت الواتساب وفي الجروبات بتاعت شنو فيسبوك. الصراحه راحه تي في انستغرام وكسر كلام.